هي هنا طاحت ومظلت الصيح. انت تدري سرعة جبت الأقلام مو هاي طلع بعد خلينا المستشفى وصلنا كل شيء بعد ما جاء يشتغل إسعافات أولية توفت. اجى عمي خذ السيارة راحت المستشفى ما لحقوا عليها وماتت. ما لا لحق بها للزبير لا مستشفى هنا عدنا بها خير. ثمان نفرات هم بها يمكن 60 متر تجاوز. ما في شيء قاعدين يمها قدمت لك انها قاعدنا كلينا سويه. وقت ما الفرق شوية مصخنا قاعد طلع وياك مشي. مشيت اجوا يركضون وراي. قالوا طاحت هنا. هاي قبل العشاء ورا العشاء كانت؟ لا ورا العشاء. هي تقريبا الساعة 8:30 9 هي طاحت. اجينا هنا لقيتها بعد مدده بحضنها. كل شيء ما بيها. كانت تدري سرعة جبت الاقلام مو هاي. طلع بعد خذينا المستشفى وصلنا كل شيء بعد ما هي كانت شاطرة؟ شاطرة. بعد شنو سويتوا؟ هي قبل خذيناها بعد ما تبدي هناك. ما لحقنا عليها. يعني سووا الاسعافات الاوليه؟ سووا الاسعافات بس سووا كل شيء. فارقت الحياه؟ فارقت الحياه بس صور هي ايش سووا لها ما تقول. لا نتلوها لا هاي. يا كان وياك انت موجود هناك؟ بس انا وامها وولد قرايبنا. بس ما حد ويانا. ما لحقت عليها؟ ما لحقنا. يعني؟ ما المسلم كلهم خايفين. لا تقول له ما حد يرضى يوصل. ما لا لحق بها للزبير لا مستشفى هنا عدنا بها خير. لا مجمع مفتح. ما لحقنا كلش. فارغة الحياة بعد بدينا. ووالدتها ورا شقد يعني صارت؟ ورا نص ساعة كلش بس طلعناها من عندها ماتت وراها. هم ما لحقتوا عليها؟ هم ما لحقت. هم سويتوا الإسعافات الأولية والإجراءات وهذا؟ بعد ما راحت. نحمد الله. الحمد لله. عندكم مطالب؟ عندكم شيء؟ شو عندنا؟ إي بس مستشفى يأمنون بها خير ماكو. إي بس. إيش تكون لهم؟ بيت اخوي يصير. عظم الله لكم الاجر. اجر الله واجركم ان شاء الله. شلونكم يا علي؟ الله يخليك الله يحفظك. حجي سولف لي شلون وصلك الخبر؟ والله اتصل علي ابني قال اختي طايحه بساعة بساعة. جيت انا لقيت جاي يسوي لها اسعافات اوليه. تمام. تقريبا نص ساعه اقل ربع ساعه توفت اول امس. اي الساعه كان؟ تقريبا 9 بالليل. كانت تدرس هي؟ تدرس هي. هي صفي الله يرحمها. بالثالث. ثالث متوسط. ثالث متوسط. كانت تتعاني من المرض؟ لا 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 ما تعاني بس عدت شوية من المدرسة دراسة وهاي ضغوطات الدراسة ضغوطات ايه بس ما عدت وصل لك الخبر ايه. شنو اجراءات سويت انت؟ بعد انا بالشغل طالع جيت قبل المستشفى ايه. رحت المستشفى شنو بعد الاجراءات؟ بعد هم جاي يشتغل اسعافات اولية توفت سكتة قلبية اخذناها للزبر ايه. والوالدة الله يرحمها شلون وصل لها الخبر؟ لو كانت لا وياها هي المسعفة الوالدة المسعفة كانت وياها بالمسعفة؟ هي المسعفة هي اخذتها ما تحملت انا رحت ويا البنية جابوا الخبر توفت انا اشتغل تبريد صار لك تبريد؟ لا اشتغل نصب وهذا صيام سبالك ما سبالك؟ شلون عامل؟ اي عامل شلون وضعك الان؟ والله الحمد لله تعال بيتك؟ لا بيت حواسم هو 60 متر بس يوفرون لنا سكن بس ما ريتش بس يوفرون لنا سكن هي الله يرحمها كانت الكبيرة؟ نعم البنية الكبيرة؟ نعم عندك أطفال؟ أربعة وهي الخامسة؟ وهي الخامسة لا بشتغلش شاطرة هي كانت شاطرة؟ ايه يا صف؟ سادس بالسادس ابتدائي؟ ايه هي هنا طاحت ومظلت الصيح رحت بيت جدة صحت العمي اجى عمك بابا كان ما موجود بالعمل اجى عمك شنو شفتوا وضعيتها تعبانة انهم نقلتوها المستشفى انا رحت وراهم لو بصل لك الخبر شو اسمك انت حسين انت بياصف خامس هي قاعد تدرس راحت الغرفة اجت طاحت هنا اجى عمي خذ السيارة راحت المستشفى ما لحقوا عليها وماتت والله خابرونا قالوا البنية تخربطت رحنا وراها المستشفى ورا شوية هيش نص ساعة توفت من نقلناها امها كانت مكلبة بيها وما طبت وهاي من اخذناها من عتها وهاي ورا شوية هم مرة ساعة توفت تقريبا ساعة ساعتين اي والله هو شوية حالته تعبانة وهذا بيتهم ضيق احنا من الدولة ذا مثل شوية قطعة أرض هذا السقف مالهم هو تشينكو يعني أهم شوية مضايقات عليهم للسكن وتجاوز هو بيته اي والله هاي والله شيء مال الكهربائيات مال براد ما براد عامل هاي اي والله يا جماعة اي والله جهال عنده هو يعني ثمان نفرات هم بها يمكن 60 متر
تجاوز وتشينكو. اي والله بلكت شويه قطعت ارض شيء له، بس هاي اندريتها من الدوله. انت شو تكون له اخوه؟